بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محاضرة هذا اليوم اللي هي لسن 3، الدرس الثالث من اليونت الخامس، اللي هو عنوانه عراقي مورنينج اوكي نيوز، صحيفة الصباح العراقية، صحيفة الصباح العراقية. هذا طبعا الموضوع يتكون من صفحتين مثل ما تشوفون أمامكم، هاي الصفحة وهاي الصفحة، في صفحتين يكون هذا الموضوع. هذا الموضوع هو حقيقة ما أحد مواضيع قطع الكتاب اللي هو الخاص باليونت الخامس، وهذا يجي يعني إذا النقاط اللي تجي عليه اللي راح أوضحكم إياها بعد شوية تجي في ضمن سؤال الأسئلة قطع الكتاب. أعزائي هذا العنوان موجود أمامكم في صفحتين الكتاب، صفحة 46 و47، هذا العنوان صحيفة الصباح العراقية. هذا يعتبر يجي ضمن سؤال Reading Comprehension، اللي هو بالعنوان السؤال Reading Comprehension يعني معناها القطع الحفظ. وهنا عندنا المعاني المفردات، هذني أهم معاني المفردات، طبعا أكو أكثر من ذني بس هذني المهمات اللي لازم نحفظهن. أوكي، فتحفظون هاي الكلمات، كل كلمة معناها المهمات راح يعني مرن علينا هسه. كذلك هذني تصاريف الأفعال هم يعني لازم نحفظهن، قسم منهن يعني او اغلبهم مهمات جدا ومرن علينا. اعزائي النقاط المهمه للحفظ موجوده هنا امامكم ومترجمات، من المطلوب من عندكم انه تنقلون هذني النقاط مع الترجمه مالتهم وتحفظون. يعني مثلا النقطه الاولى، اغلب هاي النقاط اعزائي نقاط وزاريه يعني دائما تتكرر بالامتحان الوزاري. لاحظ مثلا The Iraqi Minister of Education، مثلا نحفظ مثلا هنا كلمه عراقي، خاف يبدل مثلا كلمة مثلا إيراكي يبدلها بكلمة أخرى. arrived in London for the international education conference، هاي الكلمات الثلاثة اللي ورا فور لازم تحفظوهن، إذا أجا فراغات أو شيء فأنتوا تحفظوهن. which will take place، أوكي هنا تحفظوا اللي ورا take place at the Park Lane Hotel، فإذا نحفظ كلمة إيراكي ونحفظ من the international education conference ثاني أربع كلمات ونحفظها كذلك the Park Lane Hotel. ثاني الكلمات تحفظها بالنسبة للنقطة الأولى، ركز عليها. النقطة الثانية the focus of the meeting، أوكي تركيز الاجتماع is to discuss مناقشة the educational development programs، هذين الكلمات الثلاثة educational development programs تحفظها نصا between countries. فإذا شفنا كلمة focus of the meeting، إذا شفنا هذه العبارة نحفظ هذه educational، خاف تجي فراغات أو صح أو خطأ أو سؤال، فتحفظ لي Educational Development Program. أوكي النقطة رقم ثلاثة The Minister of Education will suggest، هنا تحفظ منه Opening English Schools in Iraq، Opening English Schools in Iraq. أوكي هذا نحفظهن، أو نحفظ كذلك ورا To Develop English Language Learning، أربع كلمات To Develop، أوكي هاي هنا English language learning، هذا اللي تحفظون تركزون عليها. النقطة رقم أربعة the British Minister of Education، هنا the British وليس إيراكي welcome، فإذا هنا إذا شفنا هنا كلمة arrived فهو هنا الإيراكي، إذا شفنا كلمة welcomed فهنا البريتش، هاي ركزوا عليها. أوكي إيراكي Minister at the airport before escorting him to the conference venue، اوكي حفظوه من بعد بفور escorting him to the conference menu. The child's mother أسراء البياتي، هذه مو اللي تجي طبعا، The child's mother was going to the shops، تحفظ من to the shops الى اخر الجملة. With her daughter سلمى، هاي تحفظوا اياها. اوكي نمبر 6 سلمى is فراغ years old، تحفظ لي 5 years old، خاف تجي اختيارات او فراغات. سلمى is 5 years old. She was playing with a ball. Playing with a ball تحفظوا لي اياها، تلعب كرة قدم او تلعب بكرة. A big black dog، تحفظ لي big black dog، كلب اسود كبير. Ran towards فراغ، هذا وزار هذا السؤال، هنا اكيد نختار سلمى لان هو الكلب اللي ركض باتجاه سلمى. Number 8 the dog jumped، قفز، تحفظ لي the dog jumped towards فراغ مثلا سلمى. and فراغ تحفظ لي بعد الاند، يعني بهاي الجملة تحفظ لي dog
اللي هي قبل كلمة جامب قفزة، تحفظ لي سلمى، وتحفظ لي نوكت هير، تعوض ذن الكلمات الثلاثة، ذن تحفظ لي المهمات. النقطة رقم 9 جون سميث، هذا تحفظ الاسم جون سميث، كيكت ذا بول ات ذا دوغ، يعني إذا جت اختيارات جون سميث كيك ذا بول ات فراغ، مثلا سلمى أو إسراء البياتي أو مثلا تو ذا مثلا جول مثلا على الهدف، فلا تحفظ لي مثلا تو ذا دوغ، أوكي؟ فسدد الكرة باتجاه الكلب and hit it hard and the dog ran away، تحفظ لي the dog ran away. فإذا تحفظ لي من هاي الجملة جون سميث، أوكي، تحفظ لي the dog، أوكي، وتحفظ لي the dog ran away، هرب الكلب. بالنسبة للنمبر 10 أعزائي، جون سميث is فراغ 13 years old، صار عندنا شنو؟ عندنا سلمى 5 years old، جون سميث just a minute. إذا أعزائي مثل ما قلنا جون سميث is 13 years old، أوكي، وسلمى 5 years old، خلينا نحفظ هذه الأرقام، وإسراء البياتي اللي هي والدة سلمى is 26 years old. هاي الأرقام مهمة، فإذا جت اختيارات مثلا نحفظ إنه جون سميث 13 years old، سلمى 5 years old، إسراء البياتي 26 years old، خليني نحفظها. نيجي النقطة 11، جون سميث is in Iraq with his family، نحفظ جون سميث أو إيراك وهيز فاميلي، نحفظ ذني ثلاث كلمات، واضح بابا؟ 12 جونز شوت، شوت هنا معناته جديدة، أوكي؟ towards the dog was a lucky shot، تحفظ لي the dog، أوكي؟ تحفظ لي lucky shot، يعني تسديدة جون باتجاه الكلب كانت تسديدة محظوظة أو ضربة حظ، أوكي؟ فهنا a lucky shot نحفظ لها، نحفظ the dog ونحفظ شنو؟ نحفظ a lucky shot. Number 13 جون سميث plays football team at Baghdad International School، نحفظ جون سميث، أوكي، فوتبول تيم، هذا الكلمتين، وبغداد انترناشونال سكول، ذن ركز عليهن، خاف تجي فراغات لو صح وخطأ أو اختيارات. بالنسبة نمبر 14 the sport minister opened a new sport، أوكي، city، فنحفظ sport minister، sport minister هاي نحفظهن، a new sport city، new sport city مدينة رياضية جديدة، ونحفظ كلمة بصرة، أوكي، فنحفظ هذه سبورت منستر ونيو سبورت سيتي، ونحفظ كلمة بصرة. هذه التكملة مالتها، نحفظ فقط 1 بليون اي كيو دو، أوكي، 1 بليون اي كيو دي عفوا، اللي هي عراقي دينارز، يعني مليار دينار، بليون يعني مليار، أوكي، and took 3 years، إذا شفنا كلمة took نكتب 3 years، فإذا شفنا كلمة cost بالنسبة لهذه الجملة the new sport city، اوكي، حتى نضيف كلمة سبورت حتى خاف تجي بالامتحان، the new sport city cost، إذا شفنا كلمة cost نكتب وراها 1 billion IQ do، نحفظ كلمة billion، وإذا شفنا took، اوكي أعزائي، نحفظ 3 years to build 3 years، اوكي، هذا نحفظ وياها. Number 15 many people were waiting، اوكي، when the sport minister arrived، هنا many people ركزوا عليها، waiting، إذا شفنا كلمة many people waiting فهنا تحفظ كلمة sport minister، تحفظ بعد كلمة arrive 10 AM، هذا الوقت بتحفظه، خاف يغيروا بالامتحان ويجيبوا صح وخطأ أو يغيرون كلمة sport مثلا بأي اسم آخر، فذني نحفظها many people waiting، هاي نحفظها sport minister اللي هي وزير الرياضة، وورا كلمة arrived، أوكي، 10 AM، 10 صباحا، أوكي، the sport minister، هاي sport minister نحفظها، spoke to، نحفظ لي youth and community representative، ذن ثلاث كلمات، youth يعني الشباب الموجودين، community representative معناها ممثلين المجتمع أو وجهاء المجتمع، وجهاء المدينة مثلا، فذن ثلاث كلمات نحفظهن، إذا شفنا sport minister spoke، إذا شفنا سبورت مينستر سبوك فهذه احتمال تيجي فراغات، youth and community representative before opening sports،
إذا شفنا opening، إذا شفنا opening the sport تحفظ 11 a.m. فهذه بالنسبة للسبورت منستر أعزائي، سبورت منستر arrived 10 a.m. opened أو opening the sport 11 a.m. يعني وصل هو بالساعة 10 وافتتح، يعني ألقى الخطاب وافتتح المدينة الرياضية ساعة بيش ساعة 10. نحفظ هذا التوقيتين من خلال كلمة arrive، من خلال كلمة opening. نجي إلى عندنا آخر نقاط، آخر ثلاث نقاط. سيدار، سيدار هذا محل ما ستار اللي هو موجود في ضمن القطعة، عفوا المطعم سيدار serves lunch، يقدم الغداء in 10. نحفظ كلمة سيدار ونحفظ كلمة lunch غداء، ونحفظ 10,000 IQD هذه نحفظها. إذا نحفظ منها جملة سيدار serves lunch، هاي كلمة lunch الغداء، و 10,000 IQD. The dinner 12,000 IQD. Okay. فإذا lunch، إذا شفنا lunch 10,000 IQD يعني إيراكي دينار. Dinner العشاء 12,000 IQD. It opens إذا على السيدار opens or 7 days or all the week. 7 days a week or all the week. Okay. هذه نحفظ 7 days إذا شفنا كلمة open. إذا شفنا كلمة serves lunch 10,000 IQD. إذا شفنا serve dinner 12,000 IQD. بينما opens 7 days a week، يفتتح 7 أيام في الأسبوع. حسن and son carpets، هذا محل مال سجاد، يعني إحنا نقول بالعامية زوالي. حسن and son's carpet، هاي حبوا ليها حسن and son carpet has thousands of carpets. حبوا لي كلمة thousands يعني بالآلاف، خاف يبدلها بكلمة أخرى. Okay in the shop. It opens. تحفظني من نانا. From Saturday to Thursday. From Saturday to Thursday. يعني من السبت إلى الخميس. From 9 to 5. إذن من هذه الجملة نحفظ حسن and son carpets، لأن ثلاث كلمات. كلمة thousands الآلاف. Okay. It opens. ها من بعد opens. From Saturday to Thursday from 9 to 5. هاي تحفظ يعني هاي الجملة. آخر نقطة من ضمن هاي القطع أعزائي، classic tables، محل يبيع طبلات أو طاولات أو كراسي يسموا classic tables، يعني الطاولات الكلاسيكية أو التقليدية. opens، نحفظ classic tables عفوا، every day opens every day. يعني حسن أنسان لو نرجع للجملة دي قبلها، from Saturday to Thursday، بينما هنا opens every day أو all the week، يعني بديل ما every day all the week. from 9 to 5 يعني من 9 إلى 5 except on Thursday، ما عدا يوم الخميس. from 9 to 8 يعني يتأخر 3 ساعات. يلا يعزل، فنحفظ classic tables every day أو all the week لأني مرادف هذا الني، ونحفظ الوقت from 9 to 5. okay except، من بعد except هم نحفظها except، من بعد except يعني except معناها ما عدا. اوكي اعزائي، هاي النقاط المهمة اللي عندنا. اكو عندنا بعض التمارين هذا اللي يشوفون امامكم اللي هن موجودات بالاكتيفيتي بوك، صراحة طلعهن وشوفوا انه هاي هم كذلك ذني يعني مهمة وزاريات مثل هاي النقاط اللي شرحناهن. قسم هنا راح تشوفون انه مرن علينا سابقا من ضمن هاي 19 نقطة. خلنا نطلع لكم بالنسبة تمرين بي اعزائي، هذا تمرين اي ما بشي، يقول اكتب انه تقرير او كلام، ما يجيك بالامتحان اكتب تقرير. اوكي تجيك هاي اسئله وانت جاوب عليها، هاي الاسئله موجوده كاتبها ومترجمها لكم. ما الذي كانت تفعله سلمى عندما في البدايه، في بدايه القصه، يعني هاي سلمى شنو اللي كانت تسوي في بدايه القصه، او بدلها من مكان ملك هذه مكان ما at the beginning of the story، يبدلها when the dog attacked her، عندما هاجمها الكلب. فلو تجي at the start of the story، لو تجي when the dog attacked her. فإذا شفت سلمى doing، بغض النظر عن التكملة، إذا شفت بالسؤال سلمى doing تجاوب لي من نانا. أوكي وسلمى was walking، تحفظ لهذا الجواب نصا، across the park and playing with a ball، هذا تحفظ ليها نصا. هذا سلمى
was walking across the park. حتى لو تقطع ليها كنت يمكن ثلاثة تحفظ سوا، الآن تحفظ الجملة كلها. ها شنو؟ إذا أجى السؤال what was Selma doing بغض النظر عن التكملة، إذا شفت doing جاوب لهذا الجواب كله. أما إذا أجت مثلا أكمل فنحفظ من هاي الجملة was walking، هاي نركز عليها، across the park مثلا the park okay and playing with a ball playing with a ball، هذا نحفظها. فالجواب هذا يفضل انه يحفظ كله. السؤال الثاني what did the dog do first، the dog do first يعني ما الذي فعله الكلب. the dog هاي طبعا اذا شفت the dog do okay فنحفظ the dog او it نفس الشيء the dog run up ران اب، هاي تحفظ لي هذا الفعل يعني ركض باتجاه توير سلمى and barked at her. bark هذا الفعل معطيكم اياه انا من ضمن الافعال الحفظ، bark معناها اجلكم الله ينبح اوكي. فنحفظ the dog، the dog اللي هو نفسه موجود بالسؤال، ران اب هاي نحفظها، توير سلمى اوكي اللي هي موجوده بالقصه and barked at her، هذا الجواب يحفظ نصا في حاله اذا اجى إذا شفنا الدوغ بالسؤال وشفنا كلمة دو، نحفظ هذا الجواب نصا بدون إت. السؤال الثالث What was John doing؟ هنا عندي جون، أول سؤال أول عندنا سلمى doing، هنا عندنا جون doing، يعني اختلف الفاعل هنا. أوكي نفس الشيء at the start of the story or when the dog attacked her، قلنا ما لنا علاقة بالتكملة، شلون ما تكون خلي تكون، أهم شيء ركز إنه جون doing. فهنا نقول جون was playing football nearby. nearby مو تنساها، nearby معناها بالقرب من المكان أو بالقرب من المكان الحادث. فإذا جون was playing football، نحفظ هذا الجواب نصا أعزائي. بالنسبة الرابعة what did John do؟ أوكي جون دو، يعني لاحظ عندي جون doing وعندي جون دو، لازم نميز بيناتهم. جون doing يعني شنو اللي كان مستمر بعمله، يعني أثناء الحادث شنو اللي كان يسوي مستمر بعمله. هنا لا، هنا معناها بعد الحدث او بعد ما ركض الكلب باتجاه سلمى شنو اللي سواه، يعني ردت فعله شنو. هنا اذا شفت دو تقول جون، هي نفسها تنزلنا وسؤال كيك ذا بول، تحفظ لي هذا نصا كيكت ذا بول ات ذا دوغ، هاي تحفظ لي اياهن كيكت ذا بول ات ذا دوغ اند هيت ذا دوغ هارد، يعني ضربه بقوه بمن طبعا بالكره مو ضربه بايده، يعني ركل الكره ضرب الكره باتجاه الكلب وضربه بقوة. فهذا الجواب تحفظ لها نصا هاي بحال إذا شفت جون دو، إذا شفت لا جون دوينج لا تحفظ لها was playing football. واضح أعزائي؟ هذا يعني كطريقة حتى تميز به السؤال والإجابة. نجي إلى هذا تمرين سي، خلنا نطلع تمرين سي بالأكتيفيتي أعزائي. هذا تمرين سي check this information، تأكد من هاي المعلومات الموجودة in the advertisement. الادفرتايزمنت اللي هو موجود هنا بهاي الصفحة، هذا الادفرتايزمنت، هذا مي شوفون امامكم في صفحة 46 اوكي. يقول then write C، اذا كانت هذه تخص سيدار يعني اعلان مال سيدار مطعم سيدارز، و HS اذا كانت حسن اند سونز ذولا اهل الزوالي اللي قلت عليهم قبل شوية، CT اذا هذول اهل الكلاسيك تيبلز اللي هم ذول اللي يبيعون طبلات. فاعزائي هذا الحل موجود امامكم، just a minute يس هذا هذا الحل، شوفوا هذا حلينا اوكي. لانش هنا السيدار هذا كنا نحفظها لان وزاريات اوكي، يعني غالبا ما يجن على شكل اختيارات، يعني لو سيدار هاي الطريقه الوزاريه صارت لكم هنا اوكي، تجي سيدار لو حسن اند سانز لو كلاسيك تيبل. اعزائي كنصيحه لكم، من اذا كان مثلا الاختيار حسن اند سانز مو تكتب لي فقط حسن تترك الباقي تسوي نقاط او كذا، ربما يعني تخسر الدرجتين على هاي، يعني جزء حتى درجه واحده ما يطول، فانت اكتبها كلها حسن اند سان، وحتى هذه كلاسيك تيبلز مو تكتب كلاسيك والنقاط باعتبار يعني عود جابه انت حل، لا تكتبها كلها كلاسيك تيبلز اوكي، لان احيانا المصحح الوزاري اذا كتبت جزء اوكي ربما ما ينطيك درجه كامله او ينطيك صفر عليها. فتحفظ لي هذا النيل لانش كوست 10000 اي كيو، ما دام شفنا لاتش يعني نكتب سيدار اوكي. هنا مثلا open on a Friday مفتوح يوم الجمعة حسن and son، أو it is not open يعني غير مفتوح يوم الجمعة حسن and son، closes at 8 p.m. on Thursday طبعا أو Tuesday، فهذا اللي هو classic tables
بس خلينا نتأكد منه انه Thursday لو Tuesday، انا اتذكر Thursday. اوكي Tuesdays بالجمع. اوكي هذا حسب ما يقول الكتاب. فهنا not in المنصور مول، not in the المنصور مول، يعني ليس موجود في مول المنصور اللي هو سيدر. و is in Yaffa Street، شارع يافا اللي هو سيدر. واخر جمله الساسه بهذا التمرين is open every day، كل يوم مفتوح اللي هو حسن and son. is not open every day يعني لا يفتح كل يوم، يعني هو يفتح كل ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه، فاكيد اذا مو كل يوم. فاذا حسن اصلا فنحفظ هذني هذين الوزاريات. قلت لكم مثل ما قلت لكم قبل شوي جن على شكل اختيارات، يعني هذا لانش كوست مثلا 10,000 اي كيو ان، لو يجي فراغ انت تكتب سيدر، لو تجي اختيارات مثل هذه اللي انت تكتبها تختارها وتكتبها بالنقطه رقم واحد كلمه سيدر. هاي الطريقه مال حل هذا التمرين. نجي الى تمرين اي اعزائي، تمرين اي خلينا نطلع بالكتاب هذا التمرين اي. طبعا هذا محاورة هذا التمرين دي حل انا بس اتاكد. يا على العموم فعندنا هذا التمرين اي اللي هو اختار بين الماضي اختار الاجابة الصحيحة من بين الاقواس، يعني هنا مثلا ماضي مضارع لو مضارع مستمر، مثلا ماضي بسيط لو ماضي مستمر، وهكذا. عندنا هنا ملاحظات، طبعا هذني تحفظوه نصا ذني، لان تحفظون الاختيارات نصا، لان هذني وزاريات ذني النقاط يجي من عندهم الوزاري. فاكو عندنا ملاحظات عن هذا التمرين. هذا التمرين يخص موضوع زمني الماضي المستمر والماضي البسيط. احنا شرحين سابقا الماضي المستمر يتكون من was او were وفعل بصيغه ing، والماضي البسيط اللي هو يكون الفعل يعني ينتهي بايدي او فعل غير قياسي او مثل ما البعض يسموه فعل شاذ. إذا كان علينا الاختيار بين هذين الزمنين نتبع الخطوات التالية. لاحظ إذا كان الفعل يستغرق مدة زمنية لحدوثه نستخدم الماضي المستمر. يعني شنو يستغرق مدة زمنية؟ يعني هذا الفعل لحدوثه إذا أسوي أن هذا الفعل ياخذ من عندي دقائق أو أكثر من دقيقة مثلا، أو ياخذ من عندي وقت ساعات مثلا أو أيام. فمثل هاي الأفعال اللي تاخذ وقت هواية حتى أكملها فنستخدم الماضي المستمر. يعني توك مثل توك يتحدث، الحديث عفوا ياخذ وقت. عفوا الفعل ووك يمشي، الفعل ووتش يشاهد، بلاي يلعب، سليب ينام، ويت ينتظر، ودو يفعل. هاي الافعال اكيد ما تستغرق وقت قليل، لازم تاخذ لها وقت حتى تصير. فدائما نستخدم الماضي المستمر يعني ووز زائد الفعل بلاي انج. اذا كان الفعل لا يستغرق مده زمنيه، يعني فعل يستغرق خلينا نقول ثواني، اوكي، فنستخدم الماضي البسيط مثل فول يسقط، طبعا يسقط وقت قليل جدا. سي يرى، يعني الرؤية ما تاخذ وقت. هير يسمع، مو يستمع، يسمع، لان الاستماع ياخذ وقت بينما السماع ما ياخذ وقت. دروب يسقط، ستوب يتوقف، ميك يعني يصنع او يجعل، اوبن يفتح، وكلوز يغلق، وهكذا. هاي الافعال يعني دائما نستخدم بالماضي البسيط اذا كانت اختيارات بين الماضي البسيط والماضي المستمر. شنو السبب؟ لانها ما تستغرق وقت لفعل هذا الشيء. الملاحظة الثالثة المهمة، أفعال الحواس والإدراك والعقل والملكية، ذن مرن علينا من شرحنا زمن الماضي المستمر. هذه الأفعال، أفعال الحواس والإدراك، دائما تجي في الماضي البسيط، مثل فعل نو يعرف أو يعلم، فعل أندرستاند يفهم، فعل ريالايز يدرك، هاف إذا كانت معنى يمتلك وليس يتناول، كونتين يحتوي على، كوست يكلف، وهكذا. ذن موجودة شرحناهن في محاضرة سابقة، هذن دائما بالماضي البسيط. هذا شرح بسيط عن هذا التمرين اللي هو تمرين الاختيارات بين الماضي البسيط والماضي المستمر. هاي اتمنى ان تكون محاضرة مفيدة لكم. هذا اللي شرحناه، النقاط والتمارين اعزائي، المطلوب من عندكم انه تنقلوها بالدفتر، او اي سؤال او استفسار ان شاء الله على المجموعة تسألون، ما قريت اسئلتكم ان شاء الله اجاوب عليها. كان معكم الاستاذ حيدر المرعبي، دمتم في امان الله اعزائي.